لسه مكملين مع حضراتكم، وهنروح لزميلنا كريم. نروح لكريم بيبرس نعرف منه أخبار حالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى. صباح الخير كريم وأهلا بيك، لنا إيه الأخبار عندك؟ صباح الخير حسام، صباح الخير على كل المصريين. فعلا احنا دايما في متابعة مستمرة يوميا لأحوال المرور، ولكن خلينا نتكلم هنا دلوقتي في غرفة العمليات الخاصة بمرور الجيزة. هنا من ورايا الشاشات بتوضح طبعا طرق كتيرة جدا خاصة بمحافظة الجيزة، وهنبتدي نتكلم دلوقتي بداية على ميدان الرماية. ميدان الرماية لو جينا بصينا ورايا هنا في الشاشات، يعني بنلاقي سيولة مرورية عالية جدا اتجاه ميدان الرماية. طبعا عشان تقدر تخش دلوقتي شارع الهرم من ناحية ميدان الرماية بتنطلق ناحية اليمين، وبتنطلق ناحية حدائق الأهرام، وبتلف وترجع أول يوتيرن وتبتدي تتوجه ناحية شارع الأهرام. ولكن طبعا احنا عارفين دلوقتي انه شارع الاهرام في بعض التصليحات والاغلاق بالفعل لشارع الهرم، ليه طبعا وجود الخط الرابع لمترو الانفاق. عشان كده هنا مثلا بدايه دخله شارع الهرم من عند مدخل المينا والاهرامات، بنرى بعد كده هنا سيوله مروريه عاليه جدا جدا جدا، وبننزل بعدين على اول شارع الهرم. اول شارع الهرم زي ما قلنا هو مغلق لحد مكان المريوطيه، مغلق لان ليه؟ لانه في اعمال خاصه، يعني لو زي ما شفنا هنا كده في اعمال خاصه طبعا بالمترو الانفاق. طب عشان نتفادى الاغلاق ده بنضطر نخش يمين اجباري لشارع المنصوريه زي ما احنا شايفين كده هنا من تحت، بنخش يمين اجباري، واول ما بنخش يمين في حتى هنا الاغلاق يمكن باين قدامنا، نتوجه في شارع المنصوريه لحد منطقه التوحيد والنور، وبنلف ونرجع تاني من عند منطقه التوحيد والنور، وبنرجع من نفس الطريق الخاص بالمنصوريه وصولا لمحور ترسا. ومن محور ترسا نقدر نعدي كوبري ترسا جديد اللي هو بقى اسمه دلوقتي محور السادات، وبعديها بنلف ونرجع من تحت محور ترسا بنتجه لشارع الأهرام. دي نقطة مهمة جدا خاصة بالتحويلات الخاصة بشارع الهرم بعد إغلاقه طبعا لإنشاء خط الرابع مترو الأنفاق. لو جينا بعد كده ننطلق على الناحية الثانية، جينا نتكلم مع بعض على بحر الأعظم. لو جينا نزلة البحر الأعظم تحت الدائري هنشوف مع بعض أنه نهضة البحر الأعظم في كثافة مرورية بالفعل مرتفعة. هنشوف أنه ده بسبب في وجود أعمال برضو للبحر في البحر الأعظم، في توسيعة الدائري الخاص بالبحر الأعظم ونزلة البحر الأعظم، وكمان نزلة الكوبري الجديدة اللي موجودة في البحر الأعظم. لو جينا بعد كده تحركنا من البحر الأعظم هننزل نلاقي تحت هنا موجود كوبري 15 مايو. كوبري 15 مايو في طبيعة الأحوال بيبقى فيه كثافة مرورية طبعا عالية جدا، ولكن دلوقتي بالفعل عدى وقت الموظفين و الناس اللي رايحين مدارسهم واشغالهم بالفعل عدد، فهنلاقي فيه سيوله مروريه نوعا ما وكثافه مروريه متوسطه بشكل او باخر. طيب عشان نتفادى برضو اي زحام خاص ب 15 مايو عشان ما يبقاش فيه اضافه عليه، لو احنا حابين ننطلق لمناطق بقى خاصه من الجيزه للقاهره وعايزين نتحرك ونتفادى 15 مايو، ممكن نبتدي نتحرك لجامعه الدول العربيه، شارع جامعه الدول العربيه. شارع جامعه الدول العربيه فيه سيوله مروريه عاليه دلوقتي، ومن شارع جامعه الدول العربيه تقدر تطلع تاني على باقي القاهره، وممكن من شارع جامعة الدول العربية أيضا تخش للعجوزة. كمان لو فكرنا أن احنا نتحرك لكوبري أكتوبر، كوبري أكتوبر دلوقتي فيه كثافة مرورية متوسطة في طبيعة الحال من منزل من مطلع العجوزة ومطلع الزمالك وصولا للقاهرة، فيه كثافة مرورية متوسطة. طبعا ده بيتجه بعد كده للقاهرة، وعشان برضو لو حصل أي كثافات مرورية عالية في كوبري أكتوبر نقدر أن احنا نتفادى ده عن طريق منطقة الزمالك. عشان كده يمكن دي أهم المحاور الرئيسية والمناطق الرئيسية والشوارع الرئيسية داخل محافظة الجيزة، قدرنا ان احنا نستعرض فيها الكثافات المرورية المتوسطة او العالية، وكمان الطرق البديلة اللي نقدر الناس تعدي منها، خصوصا الاهم طبعا دلوقتي هو شارع الهرم اللي تم اغلاقه والتحويلة الرئيسية لطريق المنصورية. شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر، كنت معنا من الإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا على وجودك معنا.